رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية. في بداية الاجتماع أكد المجلس على أهمية المباحثات التي أجراها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع فخامة الرئيس إسحاق هرتزوغ رئيس دولة إسرائيل، لافتا إلى أهمية زيارة فخامة الرئيس الإسرائيلي لمملكة البحرين في توطيد العلاقات الثنائية ودعم التطلعات المشتركة على صعيد ترسيخ السلام والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم. بعد ذلك أكد المجلس أن المبادرات التي تقودها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله جعلت مملكة البحرين صاحبة تجربة رائدة دوليا في مجالات تمكين وتقدم المرأة. وفي هذا الصدد هنأ المجلس الفائزين بجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة وكذلك الفائزين بجائزة سموها لتقدم المرأة البحرينية في دورتها السابعة. ثم تابع المجلس مستجدات إعداد برنامج الحكومة 2023-2026 وأكد على ضرورة أن يتضمن البرنامج مخرجات ورش عمل التطلعات المستقبلية التي شارك بها المسؤولون بكافة الجهات الحكومية والتي عكست الحرص على تطبيق أفضل المعايير في العمل الحكومي وديمومة تحسين مستوى وجودة الخدمة الحكومية، مؤكدا المجلس حرصه على التعاون مع السلطة التشريعية لكل ما فيه خير ونماء الوطن والمواطن. بعدها أكد المجلس على الاستمرار في ترسيخ نهج الشفافية والمحاسبة والمسؤولية في العمل الحكومي وتبني المبادرات المحققة لمحددات هذه الأهداف، موجها المجلس شكره لوزارة الداخلية على جهودها في مكافحة الفساد وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد. بعد ذلك أعرب المجلس عن أصدق تمنياته بالتوفيق والنجاح لاجتماع الدورة 43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك في ضوء استعراضه لتقرير وسعادة وزير الخارجية بشأن الموضوعات المقرر بحثها خلال الاجتماع. ثم تابع المجلس مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن المؤشرات السياحية الرئيسية خلال الربع الثالث من عام 2022 والتي أظهرت تجاوز إجمالي الإيرادات السياحية خلال هذه الفترة 1,200,000,000 دينار مما يمثل 110% من الهدف المحدد في الاستراتيجية السياحية الجديدة لمملكة البحرين 2022-2026 والمندرجة ضمن أولوية تنمية القطاعات الواعدة بخطة التعافي الاقتصادي. كما تجاوز متوسط الإنفاق اليومي للزوار ومتوسط مدة إقامتهم الهدف المحدد. بعدها استعرض المجلس مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن أبرز مستجدات مؤشر أسعار المستهلك والتي أظهرت الجهود المبذولة للتعامل مع التطورات العالمية التي أثرت على إمدادات الطاقة وتوفر وأسعار السلع. كما استعرض المجلس مذكرة سعادة وزيرة الصحة بشأن مستجدات فتح مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تعمل على مدار الساعة والتي أظهرت انخفاض عدد الحالات التي يتم تحويلها إلى قسم الطوارئ في المستشفيات الحكومية. كما تناولت المذكرة مستجدات مشروع التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة خدمات القطاع الصحي. بعد ذلك قرر المجلس الموافقة على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرات تفاهم بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة تستهدف تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء بشأن زيارة معالي وزير الداخلية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وزيارة سعادة وزير المواصلات والاتصالات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والمشاركة في أعمال دورة الكومسك الوزارية 38 والمشاركة في النسخة 22 من قمة المجلس العالمي للسياحة والسفر وتقويم فعاليات مملكة البحرين للفترة من ديسمبر 2022 وحتى مارس 2023.